مولودة جدي، الجو العام لا بأس فيه، بتشتغل بتربح بالرغم من انتقال الشمس لموقع معاكس من السرطان، ومع وجود المشتري والمريخ بمعاكسة من برجك من الحمل يلي بيسبب لك بتراجع بنسبة الأرباح، ما تجازف باستقرار حياتك اليومية، وانتبه من الوقوع بالأسخاف والأوهام حتى ما تدخل بضغوطات شخصية ومهنية واهتمامات إلى علاقة بالعائلة والولاد، يعني في مسؤوليات وقلق بدك تنتبه من المغامرات والتحديات. البداية جيدة جدا مع وجود القمر بالثور نهار السبت، ترجع تستعيد موقعك، بينفتح قدامك أبواب مشرقة ملونة مزهرة ومثمرة بالحظ والاحتفالات والانتصارات. نهار مميز بيقدم لك حلول جديدة للمشاكل حتى تقطف ثمار جهودك بطريقة صحيحة، بتحقق نجاحات كبيرة. بتابع الحظ طريقه مع وصول القمر للجوزاء بين الأحد والثلاثة، بخليك تشعر بإيجابية هالمرحلة حتى تنطلق بكل ثقة بالنفس بالمنافسات الجديدة، مع فرص تلتقطها بالوقت المناسب وحظ برافق خطواتك. لكن رح تتبدل الأحوال الفلكية مع انتقال القمر لبرج السرطان، القمر الجديد طبعا بين الأربعاء والجمعة، بخليك تعيش مواقف محرجة، بتبلش المعاكسات والتشنجات وبتصعب الأمور، الأجواء عاصفة غايمة ضبابية، كن حذر جدا لأنه الأحداث ما رح تمرق بسهولة، رح تشعر بظلم أو تحدي بخليك تعيش بدوامة من الانفعالات والمعاكسات. حاول أنك تسيطر على أعصابك وتتجنب إثارة المواضيع الحساسة، انتبه من السلوك والمزاج المتسلط، وحاول أنك تستفيد من الأيام الأكثر حذرا حتى تنهي أعمالك وواجباتك. عاطفيا، بالرغم من انتقال الزهرة لبرج الجوزاء إلا أنك بعدك عم تتمتع بأجواء عاطفية صاخبة، بتكون سعيد بالأجواء الرومانسية والتأثيرات الحلوة، وبتعيش حب وانفعالات وفرحة، وبتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس. حضورك جيد، حديثك حلو، وانفتاحك أكثر جذاب، يعني بنقدر نقول. أما العازب بيكون عنده موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج.